أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي مساء الاثنين قرارا رئاسيا بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في مسعى لاحتواء الاحتجاج الشعبي المندد بانهيار العملة الوطنية. كما تضمنت القرارات الرئاسية تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك وسط انهيار تاريخي وغير مسبوق للعملة. وقال الخبير الاقتصادي وقلل الخبير الاقتصادي مصطفى النصر من خطوة القرار الرئاسي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي بعدن في قدرتها على كبح انهيار قيمة العملة الوطنية. إذن ولمتابعة هذه القرارات وانعكاساتها ينضم معنا سيد عبد السلام الأثوري خبير الاقتصادي المعروف. نرحب بك سيد عبد السلام معنا في أخبار المنتصف. بداية، كيف تقرأ هذه القرارات واختيار أحمد غالب ومحمد عمر باناجا بالنظر إلى ربما يعني تاريخ الرجلين؟ هل سيحسن ربما من الوضع الاقتصادي حاليا ووضع البنك المركزي؟ حياكم الله، مساء الخير. تحية لك. حقيقة القرار ممتاز، والقرار جاء في وقت مهم جدا، ويعني أعتقد أنا من هذا من أفضل القرارات التي صدرت يعني في إطار يعني الشرعية خلال من 2015 إلى اليوم، من حيث تشكيل يعني إدارة أو تكليف شخص بمسؤولية البنك المركزي وهو يمتلك من الكفاءة والقدرة، وايضا يعني نائبه ايضا شخص اقتصادي ومهم جدا، وهذا ايضا يعتبر غاده مهمه جدا في تصحيح وضع البنك المركزي. والاصل في ان القضيه وما فيها ونجاح القياده الجديده هي مرهونه اساسا بتصحيحات كثيره وتصحيحات يعني متعدده يتعلق بالملف الاقتصادي، وايضا بوضع السياسه الماليه والنقديه داخل البلد، وايضا يتطلب الامر تصحيح هذه الاختلالات كليه بوجود كيانه الدوله كاطار مؤسسي يعمل في الداخل. بدون هذا الامر ستظل المشكله مرهونه اساسا في اطار الصراعات والتجاذبات التي تؤثر تاثيرات مباشره على الوضع الاقتصادي وعلى ايضا الوضع الخاص بالعمله ومشاكل. كما تحدث سيد عبد السلام، يعني يجب ان يرفق هذه القرارات ربما جمله من التدابير كما تحدث والاصلاحات حتى تكون هناك نتائج. هل تبدو بالافق ان ستكون هناك وديعه سعوديه وسوف ايضا تنعكس ايجابا على الاقتصاد؟ والله الاصل في ان الدور السعودي دور مطلوب واساسي، باعتبار السعوديه هي رئيسه التحالف وقائده التحالف وهي المسؤوله المباشره عن الملف اليمني اجمالا امام المجتمع الدولي، وعليها مسؤوليه مباشره ان تتدخل لمواجهه هذه الاختلالات وهذه المشاكل المتعلقه بالملف الاقتصادي. ان التحدي الاساسي لدور التحالف يتمثل اساسا بحمايه الناس من حاله الجوع والانهيار المتعلق بوضع العمله، والامر يتطلب تدخلات ليست تلك التدخلات كبيرة والمعقدة، انما يتدخل يعني المطلوب. ما هي ابرز التدخلات سيد عبد السلام؟ يعني المفروض الان ما هي اول الخطوات التي يجب ان تتخذ؟ يعني اولا لابد ما يتم يعني تدخل مباشر وسريع الان في ايجاد يعني احتياط نقدي ودعم نقدي مباشر يعني لدعم العمله وايقاف هذا التدهور السريع، لان هذا التدهور السريع سيؤدي الى انهيار كارثي في واقع المجتمع اليمني وفي حياه الناس المعيشيه وما الى ذلك. الامر الاخر وهو الاهم انه منظومه الوضع السياسي والامني والعسكري داخل كيان المناطق الشرعيه تطلبت الاسراع بتنفيذ اتفاق الرياض حتى تكتمل المؤسسات وتكون هذه المؤسسة قادرة على أداء دورها في إدارة شؤون المجتمع ودور شؤون الدولة داخليا، بدون أن يكون للدولة وللحكومة يعني سلطة حقيقية وفعلية على الواقع لن يجدي دورها ولن يكون لها دور حقيقي في مواجهة كل الاختلالات أو أيضا القيام بدورها أساسا في رعاية مصالح الناس. إذا المشكلة أساسية لها جانبين أساسيين يتعلق أيضا باتفاق الرياض، اتفاق الرياض المتعلق بالجانب الأمني والعسكري وتوحيد هذه الوحدات المختلفة في إطار كيان المؤسسات الشرعية للدولة الممثلة بالجيش الوطني والأمن، وأيضا الدور الأساسي والمهم جدا في مسألة الدعم الاقتصادي. الحكومة إلى الآن لا تمتلك يعني هي منظومة مترابطة سيد عبد السلام، ويجب أن يكون هناك يعني ترابط فيما بينها كما تحدث سيدي. قبل أن أختم معك، ذكرنا في الخبر من ضمن هذه القرارات الرئاسية تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك، كيف تجد أيضا هذه النقطة؟ سيد عبد السلام
يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عبد السلام الأثوري الذي كان يتحدث عن أهمية دعم الإصلاحات الاقتصادية وأنها منظومة متكاملة، ويعني هناك شعور بالارتياح ووسط إيجابي بتعيين محافظ جديد البنك المركزي أحمد غالب ونائبه محمد عمر بنجا. نشكر الخبير الاقتصادي السيد عبد السلام الأثوري لانضمامه معنا.